أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء شقت وأذنت ربها وحق وإذا الأرض مدت فأبقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في إنه ظن أن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسقر فكهن طبق عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوحون بشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم